ومعانا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحاج محمد ابو وهاب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم، ازاي صحت حضرتك؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. كله تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. قول لحضرتك الا بس الحته، انا لسه كنت اتفرج على حضرتك بتابع، ولقيت الكابتن مهيب هناك مع الدكتور هشام، ولقيته بيقول ان في بعض اعضاء مجلس اداره مش عايزين الكابتن علاء، وبيقفوا قدام الكابتن وجاب اسم الدكتور احمد سعيد وكابتن طاهر الشيخ وجاب اسمي انا. انا مش عارف، هو بيتكلم بتاكيد وبثقه، يعني بثقه جامده جدا. هو بيتكلم نقلا عن مواقع كتبت هذا الموضوع يعني، وليس طب نقلا عن مواقع. طب ما هو الناس موجوده يعني الكلام ده طبعا عارف. طب معلش حضرتك، هو بقى تصحح كل حاجه وتقول لنا المفيد. كابتن حازم طبعا الكلام ده عارف، طبعا ثقه. احنا في مجلس اداره كلنا الحمد لله متفقين، واتفقنا على الكابتن علاء من الاول، واحنا سبورت وراه ومعاه مع الكابتن فتحي، واحنا انا مش عارف ان الكلام ده ازاي الكلام ده يطلع كمان كان ملوش اي مصدر من الصحه ويطلع النهارده. بس هو كابتن علاء قال حضرتك، سمعت كابتن علاء قال ايه؟ قال فعلا من جوه النادي الاهلي حد عايز يمشيني. لا بس الكابتن علاء ما قالش المجلس اداره، انا بتكلم كمجلس اداره ومسؤوليتنا كمجلس اداره بيدير النادي وبيدير حاجه اساسي النادي. انت عارف ان الكوره دي اهم حاجه عندنا طبعاً. موجوده في النادي. عمر ما حصل، زي ما انا عجبني كلام حضرتك جدا، عمر ما حصل في النادي الاهلي الكلام دوت، ولا عمره بيحصل، ولا اعضاء مجلس اداره بتطلع تقول عايز ولا مش عايز، لان معروف ان في الكوره وفي مشرف على الكوره وفي مدير كوره، وكل دوت بيبقى موافقه مجلس اداره، مفيش حد معترض ولا حد عايز يشيل حد ولا بتاع. الكلام ده مش موجود، ولا عمره هيتواجد جوه النادي الاهلي ولا في حد. بس مش عيب ان حضرتك يبقى ليك راي مثلا انك عايز تمشي حد. انا بقول لحضرتك انا لو ليا راي برايي جوه حتى جوه طبعا اكيد متفق او مختلف، فبعد كده راي المجلس هو بيمشي علينا كلنا، ونبقى حتى المختلف يبقى اكبر واحد يبقى سبورت للقرار. بس كمان بعد دوت مش معنى ان في اي حد بيتكلم على الكابتن علاء او في اي طرح للكابتن علاء، الكلام ده ملوش اي مصدر من الصحه تماما يعني. يعني حضرتك والكابتن طاهر والاستاذ طبعا كلكم ورا كابتن علاء، ومحدش قال خالص ولا طالب بهذا الكلام. طبعا والكابتن علاء والشغل اللي عمله من السنه اللي فاتت والشغل اللي عمله السنه دي، ان شاء الله باذن الله بالتوفيق، والفرقه بتاعتها كلها التوفيق. وبنقول لاي حد يبعد عن فريق الكوره بتاعنا ويبعد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي هيفضل طول عمره بقيمه واخلاقه، ما فيش حاجه بتطلع بره، ولا مجلس اداره بيطلع يتكلم معترض على حاجه لوحده كده، الكلام ده مش موجود عندنا ولا عمره هيبقى موجود يعني. كان يا حياك من كلامك، هل شايف ان في كلام كتير على فرقه الكوره، حد عايز يعمل مشاكل لفرقه الكوره مثلا، ولا المشاكل بتطلع من جوه الفرقه فعشان كده الناس بتضخمها شويه؟ لا الكلام عامه يا كابتن حازم، لو في حاله لا انا بس حياك المنظر دلوقتي يعني، او الشكل العام في اخر اسبوعين ثلاثه بالنسبه لفرقه الكوره، حياك شايفها ازاي؟ هل هي اخبار من بره وناس عايزه يعني تخش وتلخبط حاجات في النادي الاهلي، ولا في حاجات فعلا بتحصل فالناس بتاخدها وتكبرها شويه؟ لا بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده، انا شايف ان في حاله تربص، وفي زي يعني زي حاجه ممنهجه على النادي الاهلي ككل، ومن ضمنها طبعا فريق الكوره بالذات، والاحداث المتتاليه في الفتره الاخرانيه في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا دول. بس انا عايز اقول لهم ان ما فيش حد يعرف ينول من النادي الاهلي ولا استقرار النادي الاهلي. ده ان احنا الحمد لله كله على قلب راجل واحد، وكله بيشتغل تطوعا لمصلحه النادي الاهلي. راي حضرتك في صفقات الاهلي السنه دي يا فندم؟ ان شاء الله باذن الله ربنا سهل ان شاء الله، ونسال لهم ربنا التوفيق باذن الله ان شاء الله للفرقه كلها واللي موجودين واللي جوه عليهم. شايف الحمد لله بقى في انسجام ما بين الفريق ككل يعني. راي حضرتك ايه في احمد الشيخ، صفقه احمد الشيخ؟ والله انا مش عايز احمل الولد اكتر مما استحمله يعني، ده لسه لعيب صغير والموضوع خد ضجه زياده عن اللزوم، وانا شايف الموضوع ماشيه. النادي الاهلي صاحب حق، والنادي الاهلي ما بيعملش حاجه غلط، ولا بياخد اجراء غلط، ولا في قرصنه ولا في بتاع. النادي الاهلي لعيب ملك نادي في الموسم الجديد دوت، وراح النادي اشتراه ودفع فلوسه وخده من النادي بتاعه. يعني موضوع بسيط ومش عايز اخد. طب قال لكم يا فندم ان انا مضيت قبل كده عقد تاني مع الزمالك ولا ما قالش؟ انا لو تسمح لي يا كابتن حازم، انا كنت بقى مش عايز اخد في موضوع. طيب خلاص ماشي. يعني انا بس كنت بتكلم عشان انا ازعجني جدا الكلام بتاع المهيب اللي بيتكلم بتاكيد وعارف بواطن الامور، يعني زي يكون واحد قاعد على كرسي، بس انا بقول له مهيب كلامك كله غلط. لا هو قال يعني تداول في المواقع وبينقل الصوره المكتوبه عشان هو يعني الدكتور. لا 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 لقيته بيتكلم بلغه الواسطه بتاكيد. معلش هو بس بياخد السبق يعني، لكن للاسف بنشكر حضرتك على المداخله القيمه يعني. ان شاء الله. لا حضرتك دايما النادي الاهلي فوق راسنا، وفرقه من طبعا جميله ومحترمه ومن احسن. الله يخليك. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان يا كابتن حازم، ان الكابتن علاء عبد الصالح احدى مديرين الكره اللي كان الكابتن صالح
بيقول عليهم ان النادي الاهلي بالترتيب كده كابتن مرحوم ثابت البطل عليه رحمه الله وكابتن محمد رمضان وكابتن علاء عبد الصادق من اصلح الناس اللي يمسكوا اداره الكره في النادي الاهلي. فمش ده علاء عبد الصادق اللي اتقال عليه النهارده ان هو يقعد او يمشي او اعضاء مجلس الاداره. طب ما طلعت منين طب يا فندم؟ يعني طلع منين فعلا المقوله دي؟ يعني يعني ايه اللي انا واحنا بقول له زي ما بقول لحضرتك دي حاجه ناس بتتربص بالنادي الاهلي يعني ناس بتتربص بالنادي الاهلي يعني ده ناس عايزه زعيجها ان النادي الاهلي مستقر. النادي الاهلي عمل صفقات كويسه جدا، النادي الاهلي رجع اقوى مما كان، طبعا ده بتزعج ناس كتير قوي يعني. لا ما هو طبيعي ان هو الاهلي بينافس وبيكسب بطولات ده طبيعي يعني. نشوف ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا فندم، بشكرك يا حاج محمد، شكرا جزيلا على المداخله والتوضيح يعني.